السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نسمع مؤمن إتقاس يتكلم عن مباراة الجزائر وأوغندا وعودة رياض محرز وبليلي وسليماني. أتمنى من الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. تعالوا نسمع التصريحات النارية. ونتمنى إن شاء الله تبارطاجيوها باش يلحق الخوف لهذه ما يقدروش يكونوا معنا دوكا يبقى يكونوا معنا من بعد إن شاء الله. إذا نقول أن الثلاث نقاط مهمة جدا في مباراة هذه. كان علينا الفوز بعد الإخفاق الذي منينا به مباراة يوم الخميس. شفنا أنه الناس تتحدث عن التغييرات، عادي التغييرات، لماذا التغييرات؟ لا، التغييرات كان واجب على الناخب بيتكوفيج أن يأخذ هذه التغييرات في مباراة هذه، لأن شفنا وجه الشاهد في مباراة الأولى، شفنا لاعبين بدون روح، شفنا لاعبين غير منسجمين في لعبهم في تلك المباراة الأولى. اليوم صحيح أن الشوط الأول كان كارثي بكل المقاييس، إلا أننا بقينا في المباراة تصديين للحارس مودريو، مشكور على ذلك في الشوط الثاني، خاصة في الشوط الأول. نظن أن بقائنا في السباق كان مرهون بنتيجة اليوم. لا يعني هذا أننا اليوم تأهلنا خلاص ربحنا تأهلنا، لا، أمور سوف تزداد صعوبة وتزداد تعقيدا، خاصة لو ما يسكتوش علينا الناس ليقارنوا ويديروا بيتكوفيتش في مشاكل مع بلايني، في مشاكل مع سليماني، في مشاكل مع محرز. لا يا إخوان، لا يا إخوان، هذه المنشورات كذلك وهذه الأمور التي تشكك في نزاهة لاعبينا وفي حبهم للمنتخب الوطني كذلك أمور سلبية. يجب أن خلاص المنتخب الوطني فوق كل اعتبار، لا مصلحتي ولا مصلحتك ولا مصلحة أي كان، خاصة لازم هادو كذلك يسكتوا. لا دائما تقارن وتجبد وكلنا وجمعنا، خلاص خدم على الجاي، خدم على الجاي. خلينا المدرب الوطني هو الوحيد اللي من حقه ينحي محرز وينحي بلايلي وينحي سليماني وينحي كاع لي جوال ويعاود كاع لي جوال كيما دار فايد كيما دار حاليلوزيتش، من حقه. صح ما نهدروش كلام يضغط على المجموعة، يضغط على، لا، هذا منتخب وطني يا جماعة، هذه بلادنا، ما عندناش بلاد واحدة أخرى، احنا عايشين في الجزائر ونحبوا الجزائر، هذا واش نحبوا؟ نحبوا ليكيب ناسيونال، بوان با، كي تربح ليكيب ناسيونال نرتاح ونستعفى، كي ما تربحش ليكيب ناسيونال نخمم، والعداد كذا قادرة ندير حساب، سي نورمال، تحليل مباراة كرة قدم، ولا واحد يجي كريتيكي سبورتيفمون يعني بشكل رياضي وتحليل رياضي وكرة قدم، والله غير مرحبا. صح انت تقعد تقارني وكنا احنا كنا في التصفيات ما نخسروش كاع، وما بالك في الجزائر في التصفيات، تقول انه في تصفيات وفي دورات نهائيه، التصفيات ما كناش نخسروا، ما كاش كنا نعرفوا نسيروا المباريات هذه خاصه داخل الديار وخارج الديار كذلك. نتحدث عن التصفيات في مجموعه، خلونا من مقارنة هذه اللي تغرقنا. حب الوطن، ما هو حب الوطن؟ وحب مصلحة المنتخب الوطني، حب مصلحة المنتخب الوطني، لأنك لا تشوش من حيث لا تدري، ما تختلقش المشاكل بين يا أخي المدرب نحى بالليلي ولا نحى محرز، إلا شي مسير ريسبونسابيليتي، ما تبرر له ما توضح له. أنا نقول أول مباراة رسمية لبيتكوفيتش كانت اليوم، والفهمي فهم اليوم بيتكوفيتش استخلص دروس كثيرة. اليوم على بالي شكون اللي لازم يرجع، شكون اللي لازم ما يزيدش يجي في المجموعة هذه ما عندوش مكانه، شكون اللي لازم يكون أساسي في المباريات القادمة، وشكون اللي لازم يجي يعاود يعطي للمجموعة روح قتالية أخرى وكذلك نوعية أخرى في اللعب. خاوتنا رانا نشوفوا كرة قدم، نقولوا الروندمون جلوبال يعني الاداء الجماعي للمنتخب الوطني، منتخب وطني بوجهين، الوجه الاول شاحب مخيف جدا مرعب، والشوط الثاني الحمد لله شفنا انه اللاعبين تاعنا لعبوا بكرينتا اكثر، يعني تحس باللي في غرف تغيير الملابس كان فيه كلام قوي وقوي جدا. نظن ان الاخطاء نقصت، لما تنقص الاخطاء ما
ما تقبلش عدة فرص. هذا هو يعني هذه القاعدة في كرة القدم. شفنا مشاكل في الدفاع ما زالها وسط يعني كوفرتيرو ميليو تيران، يعني التغطية في وسط الميدان والعودة بسرعة للدفاع دائما مشاكل كبيرة. وكما ترون أن أوغندا سي فري كو تكنيكمون سون ليميتي، صح سون كومام بينوا أنهم سي ساكرو شاب و بريمير ميطون سون امبوزي لا باتاي فيزيك ويقدروا يتغلبوا علينا بدنيا في عديد من الكرة. حنا قلنا واش يخص المنتخب الوطني اليوم باش يتطور وباش يعاود يلقى يصيب عافيته، هو الكف عن الشحن اللي ما عنده حتى معنى. يا اخي دوك انا شفت مباراه وانت شفت مباراه، انا حللت وانت حلل، كل واحد يحلل بطريقته الخاصه. حنا ما نخرجوش نقول اوغندا فريق ضعيف جدا، فريق لا يستحق ان يكون فيها في كره قدم في افريقيا، وفلان ما يعرفش. لا، مباريات في افريقيا صعبه والثلاث نقاط اليوم مكسب كبير للمنتخب الجزائري شئنا ام ابينا. صاحب سنه او ما حبش يرد عليه وراهو شي يتفاهم معاه وراهو يمشي مع فلان وما حبوش وما يستاهلوش يروحوا المونديال، ما تكسروش المنتخب من حيث لا تدرون، ما تكسروش. عندنا امل، عندنا فرصه كبيره وكبيره جدا. تصوروا في تصفيات كاس العالم 2018 كنا في مجموعه فيها زومبيا نيجيريا والكاميرون، زومبيا نيجيريا والكاميرون. تسمع اليوم رانا مع غينيا بوتسوانا اوغندا الصومال موزمبيق، ورانا خايفين ورانا علاه؟ باسكو ما رانش نخمو، رانا كل واحد يدير واش يحب ماشي واش لازم. لازم نديرو واش لازم ماشي واش نحبو. هذا منتخب وطني، الشعب الجزائري متعلق بالمنتخب الوطني تاعو. ولينا دوك شوفوني كيما صورة تلعب نشد كرشي نعاود نولي ليا ما تنشد كرشي انا. لا لا خاوتي، لازم نخليو المنتخب يخدم في هدوء، يعمل في ظروف جيدة. لا ما رانيش نقول هادو ولا هادو، لا، يا غلطي بما فيهم كل تتحاول زعما تمد صورة تظهر نفسك بيتكوفيتش وكذا وخليو له الوقت. على بالنا نخليو له الوقت، الجماعة راهي تمد في التحليل برك. هذا مكان ما راهمش يقولوا لازم يروح، ما راهمش يقولوا لازم تغيير، لا، مباراتين لازم تغيير، لا، بالعقل. احنا ما رهناش مع دوك الناس هدموا المنتخب الوطني وحطموه لا 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 لا، احنا ما حدناش هذه. احنا نهضروا كرة قدم. اذا كان التغيير وما منجحش في الاخر ديالو، هذيك حاجه باينه. كل المدربين مرهونين بنتائجهم، وفقط انا دوك ندخل هذا فما عنده مشكل مع هذا، او ما سكالوش، او ما فت عليه، او بلايدي غير منضبط. لا، ليس هكذا نسير منتخب وطني في طور التغيير. اكومباني سي لي كرون جوار، لي كرون جوار في كرون. ثلاثة واحد أول مرة. أختك فين؟ مش عايزة أسمع كلام أهبل. مش عايزة حد يسيب حاجة في لانش باكس. طبيعي كل واحد فينا محتاج اللي يتسند عليه، يطمن. 40 سنة معايا، طبيعي تطمن، طبيعي جهينة. Grande sélection. Ils toujours à côté de deux par trois saisons. Deux par trois saisons, oui. Toute proportion gardée, on parlera de Ronaldo. Ronaldo d'un refil pack du mondial en 2022, nous l'avons dit. Vous devez le Portugal, quel que Ronaldo d'un refil pack, d'un samarin, ma qu'on dit, l'aham, le moutakhab, le watani. C'est le calam. Mais les gens, le chab, le passé. ما لازمش نحسوا له باللي كاين تصفيه في الحسابات، باللي كاين هذه وكاين هذه، لا. يجب العمل على توفير الظروف الجيده. ما نحفظوش الدروس. شفيتوا نهار كنا عندنا في الفريق ما شاء الله. وللبعض البعض يرى اننا اصبحنا منتخب ضعيف
في ثلاث شهور ولينا ضعاف ومعليش ما تكاليفيا. لا 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 لا، عندنا ان بوتونسيال دو جوار انورم الكون نقولوها، ما نقولكش الناس متكاليفيا والناس هاي تطور. فعندنا ان بوتونسيال دو جوار، تصور اليوم اللاعبين اللي جبناهم استغنينا على لاعبين بفرديات كبيره، شايبي، محرز، سليماني، فهمتوني، بلايلي، هادو كاع ما جاوش. فهمتوني اش حبيت نقول؟ دونك المدرب الوطني عنده لي شو، نقولوش ما عندوش ومسايك درش يتكلم، لا لا لا، هذاك الكلام للونكاج تاع التبرير واللونكاج بعيد عن المنطق الرياضي، ما لازمش تسمعوا له خالص. نسمعوا المنطق الكروي واش يقول. لما كنا نقولوا ما ديروش منتخب، لك شكون لازم تربح وتجيب كوب دافريك من كوت ديفوار، شكون انت؟ بلا مين ايكيب اللي كانت عندنا احنا ما جبناش كوب دافريك من كوت ديفوار. كان عندنا عقبة واحدة، الكاميرون ما جبناهاش، وصلنا في بيلاتي ما جبناش كوب دافريك. دونك لازم نخدموا مصلحة الجزائر والمنتخب الوطني الجزائري وفقط. دونك لازم نقول ونعي ونعاود نقول، لو ما نكفش تصيد الحسابات وعقلية الظهور وعقلية التبرير الغير منطقي وخلق الأزمات بين المدرب واللاعبين، والله غير نعاود نطيحوا في الأرض. باسكو غينيا كي ربحتنا في الجزائر مؤشر كبير ماهوش صغير. ردوا بالكم، أنا ماشي معناتها دوكا نقعد أو نحاه أو كذا ما يطلوش. لا يا خوتي، نخدموا كرة قدم بالظروف اللي لازم تكون وفقط، ما تبقى إلا مجرد لعبة ورياضة. نتمنى أن تسعدنا ويسعدنا المنتخب الجزائري. قلنا الدفاع يبقى ورشة كبيرة للناخب الوطني بيتكوفيتش، الذي يعرف هذا. ولما نتكلم عن الدفاع يرحم والديكم، أرجوكم نتكلم عن تنشيط دفاعي من لاطاك الميليو لي ديفونسيف كاع. سي ان سيستيم ديفونسيف، لو شيما لانيماسيون ديفونسيف، فوالا هذه هي. التنشيط الدفاعي جد هش، جد هش، خاصة لما يكون حاضر ابراهيم دائما وبن رحمة في زول. راهو ديروا في بالكم اللي عندنا دو جوار ما يديفونديش، ومام كي ديفوندي وما يديفونديش او ترونس، ما يديرلكش اون ميتيبليكاسيون، فهمت؟ ما يكررلكش المجهودات الدفاعية عدة مرات في المباراة. وهذه يعني ما يديرهاش دوك في كرة قدم المستوى العالي، ما تقدرش تلعب، صعب جدا. خلونا نكونوا إيجابيين، خلونا نكونوا متفائلين، ولكن خليك